سجلت مملكة البحرين انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 27 حالة قائمة جديدة، منها ست حالات لعمالة وافدة وتسعة عشرة حالة لمخالطين لحالات قائمة إضافة إلى حالتين قادمتين من الخارج في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 36 حالة إضافية لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 371 حالة